ثلاث طابات بتختاروا المكنة اليومية. طبعا إذا ثاقبوا طابتكم متطابقين مع الطابات يلي رح تختارون المكنة أكيد بتربحوا معنا حسب قد إيه أنتم بتكونوا دافعين. أول طابة لليلة بتحمل رقم واحد، من بعدها الخمسة، وطابة ثالثة ثلاثة، وهيك بيكون اكتمل سري يومية ثلاثة لليلة. واحد خمسة ثلاثة. إذا كنتم متكسين هول الأرقام بالدور، القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة لتعرفوا قد بتربحوا معنا مصاري، وإذا كنتم متكسين هول الأرقام وطلبتوا إنه يكونوا حيلا، يعني مش ضروري يكونوا ورا بعضهم، بتربحوا، إنما القيمة بتقل لتعرفوا قد حسب أنتم قد دفعتوا بتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 70 مرة لتعرفوا قد بتربحوا معنا مصاري. هلا بننتقل أنا وياكم لسحب جديد لشبكة اليومية أربعة. أربع طابات بتختارن المكنة ومنشوفن أنا وياكم مباشرة على الهواء. ثمانية، خمسة، تسعة، والطابة الرابعة ثلاثة. ثمانية خمسة تسعة ثلاثة، أرقام يومية أربعة لليلة. إذا كنتم تكسين هول الأرقام طبعا بتكونوا ربحانين. إذا بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 4000 مرة، وإذا بالحيلا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 150 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. هلا بننتقل أنا وياكم لسحب جديد وأخير لشبكة اليومية خمسة. أول طابة صفر، من بعدها السبعة، ثمانية، ستة، والطابة الأخيرة لليلة رقمها صفر. معدومين صفر بالأول صفر بالآخر، وبالنص في عنا سبعة ثمانية ستة. إذا كنتم تكسين هول الأرقام بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 40000 مرة، وبالحيلا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 350 مرة. خلصوا صحبتنا لليلة، ضروري نتأكد من أرقام الطابات مع أستاذ محمد فطر. صحبات يومية ليوم الجمعة 29 أيلول 2017، سحب راب 432. الأرقام الرابحة يومية 3 1 5 3، يومية 4 8 5 9 3، ويومية 5 0 7 8 6 و0. شكرا لك استاذ محمد، يعطيك الف عافيه. طبعا مثل العاده لكل الاشخاص اللي ربحوا معنا بسحب الليله بنقلهم الف مبروك. لكل الاشخاص يلي ما ناقشت معهم وما زبطت معهم الارقام بنقلهم بسيطه، كل يوم فيكم تجربوا حظكم مع لعبه اليوميه بكل مراكز اللي بنزجوا، وتدفعوا بين ال 500 و 3000 ليره. انا بشوفكم ان الله راد نهار الاثنين باللوتو بزيد واليوميه. باي باي. Presents Stomp at the Casino de la Bar. Stomp at the Casino de la Bar. يلي رح
يكون هين هو تقابل مندوب بلوم بانك عبر الفيديو تشات. بلوم بانك ليه ماما كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تبينوا اثنين تكون بالكاد فرجيني تبين الطيارة مع هيك شعر تقنع عمك انه مش وقت تدوق التبولة. اليوم بلوم بانك بيقدم لك خدمة الفيديو تشات يلي فيك تستخدمها من خلال الاي بلوم لايف تشات بمجرد الضغط على رمز الكاميرا. فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلوم تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. نحييكم من الـ LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. مجلس الوزراء يتوافق على الضرائب وعلى تسيير الموازنة قبل قطع الحساب. وفي النشرة أيضا البنود الضريبية المقترح تعديلها هل تنقذ القانون العتيد من الطعن؟ في العناوين تقرير الجرائم يثير الرعب 40% من المساجين سوريون. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. هل التوافق أقوى من الدستور؟ الذي حصل اليوم في مجلس الوزراء أثبت أن التوافق أقوى من الدستور. ما حصل غير دستوري، لكن بما أنه تم التوافق عليه فمن سيجرؤ على القول إنه غير دستوري؟ ما هو دستوري هو إنجاز قطع الحساب قبل إقرار الموازنة، لكن ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ينسف هذه المقولة، فهو قال هناك فتوى قانونية تسمح بإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب على أن تنجز الحكومة في مهلة 6 أشهر قطوعات الحساب. ماذا